انا بدات المهنه دي حوالي من 7 سنين كده، كنت لسه صغير يعني، كنت بشتغل صبي في الفرن والحمد لله اتعلمت وبقيت صنايعي. اي واحد بيحب مهنه بيتعلمها، وانا كنت بحب المهنه دي يعني ان انا اتعلمها. انت دي صنعتك ومهنتك، اقوم بدري الساعه 2 الساعه 1 اقوم اجي الشغل والناس تبقى نايمه، يعني حاجه برضو ممتعه ان انت برضو بتستنى الناس وفي نفس الوقت الناس تستناك الصبح عشان تاخد عيش وكده. شغلتنا دي فيها صعوبات كتير، يعني ممكن حاجه تحصل مثلا في المخبز، عطله عندك يحصل، سير مثلا عطل فني يحصل في المخبز لازم بتقف. بيجي يعجن ويقرصه يعني يقطعه حتت كده ويجيبهولي يخدعه ويجيبهولي انا اخبزه بقى اطلعه صنعه بره اطلعه عيش.